احتفاء بهذه الذكرى أبت الأسرة الأمن الوطني بهذه المنطقة الأمنية إلا أن تحيي هذه المناسبة السعيدة لتنشد بذلك التواصل والتلاحم الذي تم بفضل الله تعالى من أجل توفير كل المتطلبات الضرورية لتكريس مراقبة أمنية مقاربة أمنية شمولية وبالتالي تحقيق تواصل وتفاعل مستمر للشرطة مع محيطها. نظرا للتطور الذي تعرف بلادنا في هذه الميادين ومركبة الناشئة الدوائر العليا للبلاد الرامية لتأهيل الإدارة وتطوير لها لتكون أداة فعالة في خدمات المواطن والمواطن شهادة المدير العام للأمن الوطني إصلاحات دنيوية حقيقية تهدف إلى رفع الأمن الوطني إلى مستوى الشرطة المواطنة فعالة تستجيب لتطلعات السكان بالهدف المعلن الجهد والتوصل لتحسين فرص استقبال المواطنين والعناية بقضاياهم باعتبار موظفين للشرطة أكفاء مؤهلين علميا للاقتناع بهذه الوظيفة. للمنطقة الأمنية بمدينة إزمير ما فتحها تبذل قصر الجهود لمحاربة جانب اشتاء المعيار وتصديق كل أشكال الانحراف من أجل استقبال الأمن والأمان. ولا شك أن كل ثمرات هذه المجهودات التي أؤكد لكم بعون الله تعالى أن الأمن العام العزم على صيانتها وتدعيمها من أجل ضمان تحسين الظروف الأمنية المواجهة ومستهدف التسليحات الاقتصادية في هذه المدينة وتشكيل الاقتصادي لبلادنا تنفيذا للسياسه التي يريدها مولانا رسول الله في هذا المجال. السيد عامل جلاله على اقليم تزنيت مشكورا بتسليم الوسام الملكي ونعم عليه ضابط امن رشيد الرهني العامل بهذه المنطقه الاقليميه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.